دايما لما ربنا بيكرم اي حد كده بموهبه او ان هو يعني دارس شيء معين ويمكن الشيء ده ممكن مش بسهوله حد يعني يتداوله او يدرسه يعني زي لغه الاشاره. لما بنلاقي حد عندنا تخصص في المجال ده وكمان بيحاول يفيد المجتمع ويفيد كمان اخواتنا واصحابنا اللي هم يعني مهمتنا ومسؤوليتنا ان احنا كمان نوصل لهم كل يعني حاجه بمنتهى البساطه من خلال طبعا الاشاره يعني او التعبير من خلال الكلام بالاشاره اكتر. النهارده برضو احنا بنعمل يعني زي بيقولوا كده ايه سبوت على مارلي مدحت وهي موهوبه بقى في القصه دي وقررت بقى ان هي تترجم كل الاغاني اللي احنا بنسمعها الجميله وكمان الترانيم الجميله الدينيه للديانه المسيحيه علشان خاطر توضح بقى لكل الناس بقى يعني الموضوع بمنتهى البساطه من خلال لغه الاشاره. بالظبط كده، ويمكن هي اتشهرت اكتر الفتره اللي فاتت من خلال الفيديوز اللي هي بتعملها وبتحاول ان هي تنشرها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، والحقيقه انه ناس كتير قوي عجبتها الفكره من كل الناس الغير قادره على السمع وتحمسوا جدا لفكره الفيديوز بتاعتها. ويمكن مارلي مش اول حد، وانا مبسوطه بالموضوع ده ان احنا الفتره اللي فاتت شفنا ناس كتير قوي بتحاول ان هي تتعلم لغه الاشاره عشان تترجم حاجات مختلفه. في ناس بقى اللي ابتكرت ابلكيشنز على الموبايل علشان يقدروا ان هم يتواصلوا بيها، ده كان اكتر للمكفوفين. في ناس تانية تعلمت لغة الإشارة وبتحاول إن هي تعمل فيديوز، يعني أيا كان إيه الطريقة اللي بيعملوها. تمام. فحاجة حلوة إن هم فكروا بالطريقة دي. عظيم جدا. طيب عشان نعرف أكتر من مارلي عملت إيه وليه قررت كمان إن هي يعني تترجم لغة الإشارة للأغاني وللترانيم، هي معانا على التليفون مارلي مدحت. يا مارلي مساء الخير. يا مساء الفل، إزيك يا مارلي؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب، ميرسي يا فاروق جدا. أخبار السنة الجديدة معاكي إيه، حلوة؟ كله جميل الحمد لله، اكيد احسن من السنه اللي فاتت. الحمد لله، يا رب دايما ان شاء الله خير باذن الله. ازيك يا مارلي؟ يا مارلي هي تقريبا اتخضت. مارلي مارلي معانا لسه؟ خلاص انا اسكت مش هتكلم. مارلي طيب هنحاول نكلمك مره ثانيه يا مارلي عشان الصوت الظاهر. يا نور ما كانش قصدي يا فاروق والله. بصي يا نور، انت زي ما انت قلتي فعلا ان احنا لاحظنا الفترات اللي فاتت ان في بقى يعني بشكل واضح وظاهر جدا ان بقت اغلبيه الناس ممكن بتحاول تترجم لغه الاشاره في اكتر من حاجه. بالظبط. سواء كان للبرامج اللي موجوده بنشوفها دلوقتي في الاعلام، بنلاقي دايما حد بيحاول يعني لغه الاشاره موجوده للبرنامج نفسه او لاي اعمال حتى فنيه بنشوفها نفس الكلام. ولسه مؤخرا هو يعني معانا كمان حتى مارلي بتترجم الاغاني والترانيم. طبعا ده حق المفروض علينا ان احنا نوفر ده بمنتهى البساطه والسلاسه لكل اخواتنا واصحابنا، لان صح. الموضوع ده ما فيهوش يعني تمييز ما بين حد واخر، يعني احنا المفروض كلنا سواسيه حتى لو احنا بنسعى شويه ونجتهد ان احنا نبسط لهم كل حاجه. هي مارلي معانا، هي بص يا نوره. لا ومارلي معانا على التليفون، سيبنا اصلح غلطتي. يا مارلي ايوه انت رحتي فين؟ مش عارفه النتورك وحشه جدا معلش. النتورك ولا انا؟ انا قلت لا 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 ولا حاجه. لا النتورك يا بونا بس. ازيك يا مارلي عامله ايه؟ منوره. الحمد لله ميرسي، ده نورك، شرف ليا بجد. ميرسي جدا. طيب مارلي قولي لنا كده في الاول، هل انت يعني لغه الاشاره دي درستيها مؤخرا ولا كانت حاجه من البدايه يعني من وانت سنك اصغر؟ يعني الموضوع جالك ازاي؟ بدا ازاي؟ انا خريجه تربيه قسم احتياجات خاصه، فكنت بدرس اعاقه سمعيه بس كنت بدرسها بس نظري. تمام. بس انا حبيتها جدا وعرفت ان في اصلا صم كتير قوي في مصر، يعني حوالي من 8 ل 9 مليون. فقعدنا ندور على، انا ومجموعه من البنات صحابي قعدنا ندور على يعني مجموعه صم يعلمونا اصلا لغه الاشاره، فتعلمنا لغه الاشاره من صم نفسهم. هم اللي علموكم؟ فبعدين بدانا نتعلمها بقى براكتس اكتر مش بس نظري يعني. طب سهله ولا صعبه ان واحد يتعلم لغه الاشاره؟ لا سهله جدا، سهله جدا. انا دايما بنادي بقول يعني ان الناس كلها لازم تتعلمها، لان هي يعني هي لغه زي اي لغه، فكان كنت نفسي جدا ان هي تدرس في المدارس، يعني لان هم عددهم مش قليل، فيعني الناس معانا في المجتمع عايزين اقل حاجه يعني اقل حق ليهم ان احنا نفهمهم يعني. مظبوط. طيب مارلي قولي لي، هل يعني انت في المحيط بتاعك في ناس كتير من صحابك او ناس تعرفيهم من الصم والبكم، ولا انت كنت حابه ان انت تتعلمي اللغه حتى لو ما فيش حد قريب منك يعني؟ لا هو انا كنت بقابل ناس زي اي حد يعني في الشارع، بقابل ناس صم كتير، بس انا كنت بتجنب لان انا ما كنتش فاهمه وما كنتش عارفه ده. بس لما بدات اترجم بقى على الفيسبوك ترانيم واغاني، فبقيت بلاقي ناس بقى كتير بتشوف ده وبتكتب كومنت، فبقت يعني دايره علاقاتي بيهم بقت قوي سعيده. عظيم جدا. قولي لنا بقى يعني بتعملي ايه؟ احنا معانا شويه فيديوهات هي ليكي معانا على الهواء،
انت هنا المفروض بت لغه اشاره ايه بقى، الاغنيه ولا الترنيمه؟ الاثنين، احنا بنترجم كل حاجه حتى المزيكا. يعني انا لسه واخده بالي انت دي كمان. بالظبط، بنشوف قالت ايه اللي بتتلعب دلوقتي، حتى المزيكا كمان بنترجمها، بنترجم كلام زي ما هو بالظبط. حلو قوي. شايفة ان في تفاعل معاكي كويس الحمد لله، يعني شايفة ان انت يعني جذبتي اغلبية بقى اخواتنا من يعني السم والبقم، يعني ان هم ممكن شوية كانوا مش بيتابعوا بعض الاعمال الفنية لقلة ممكن لغة الاشارة من بعض الناس. شايفة دلوقتي بقى الموضوع زيادة معاكي الحمد لله؟ بالظبط، يعني انا بقيت لما حد ترجم اي اغنيه بقيت اكتر كومنت بتفرحني ان حد يقول لي ان هو كان نفسه يسمع الاغنيه دي او يعرف بتقول ايه او يعني، فبقيت بلاقي ان ده ليه حلو عند الناس. طب يعني ده اهتمام اكبر يعني. طب انت اتعلمتي لغه الاشاره في قد ايه؟ اخدتي قد ايه وقت؟ انا عشان اترجم اشاره فوري وابقى يعني ملمه بكل اللغه اخدت تقريبا سنتين. بالظبط، بس هو الناس عشان تتعلم يعني المبادئ بس، عشان تفهمي لو قابلتي حد في الشارع الموضوع مش بياخد يعني ممكن شهرين بالظبط، يعني بتلاقي نفسك لما كل حاجه. بس انا بقى الاكسبريشنز الصعبه مثلا السياسيه والدينيه ده اخد مني وقت طويل. مصطلحات كانك بتتعلمي اي لغه جديده يعني. بس يعني المبادئ بتاعتها هي سهله جدا. حلوه قوي، حلو جدا. برضو جديد موضوع الترانيم، انا شايف ان دي برضو حاجه ما كانتش متواجده بشكل كبير ممكن برضو بالنسبه للترنيمه، ان ممكن حد يعني يفهم بلغه الاشاره الترانيم بقى من اخواتنا المسيحيين يعني، وكمان في اعيادنا بقى والحاجات الجميله دي كلها مهم قوي. بالظبط، يعني هو انا يعني لقيت ان عايز كله حقه يفهم ده، يعني فهو الترانيم او الابتهالات، او انا كنت ترجمت قبل كده كذا حاجه برضو، فيعني كله من حقه يفهم، سواء ترانيم او سواء اغاني او سواء افلام مسرحيات، احنا كنا بنترجم كل ده، حتى ماتشات الكوره كانت بتترجم يعني. لا ازاي ماتشات الكوره ازاي بقى؟ بترجم اللي المعلق بيقوله بالظبط. يعني اللي بيتعمل معلق هو ده اللي بيتعمل؟ ده اللي بيترجم بالظبط. الله 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 الله. ايوه. طيب مارلي برضو عايزه اعرف منك ايه ده؟ كانك بتسمعي ماتش كوره والمعلق بيقول انجلش او عربي. طيب برضو قولي لي، انت بعد ما اتعلمتي لغه الاشاره هل اتجهتي على طول للفيديوز اللي احنا شفناها دي عملتيها، ولا بداتي الموضوع ازاي؟ رحنا الاول مدارس كتير وكنا بننادي ان الناس لازم تتعلم لغه اشاره، فحاولنا كان الاول الموضوع صعب ان احنا ندخل مدارس حكومه، بعدين دخلنا مدارس ناشونال انترناشونال، مدارس خاصه عاديه، فبدانا بمدارس دي الاول، وبقى معانا منهم شهادات يعني افادات ان احنا دخلنا المدارس دي وعلمنا فيها الاطفال لغه اشاره. بعدين لما رحنا المدارس الحكومه بقوا متقبلين ده عادي يعني. حلو. فدخلنا بقى مدارس حكومه وبدانا نعلم فيها الاطفال، ولما بقوا مبسوطين قوي كده كانت اكتر حاجه بتشدهم الاغاني يعني. الحمد لله. ان هو حد يبقى اتعلم اغنيه احسن من انه اتعلم جمله انه عمل حاجه يعني. طب عظيم جدا. ومن الاغاني بقى بياخد منها كلمات، يعني هو بيترجم الكلمه بالظبط مع الاغنيه، فبيبقى عارف الكلمات اللي اشارتها ايه يعني. فلقينا ان دي يعني طريقه حلوه قوي للتعليم، فبدانا نعمل بيها في مدارس، وبعدين دخلنا جامعات بعدها كتير، فالموضوع بقى لطيف وليه صدى حلو قوي. الفيديوز بداتيها من امتى؟ الفيديوز بقى لها تقريبا 3 سنين. يعني نزلت اول فيديو خالص، انا ما كنتش عارفه ان هو هيسمع قوي كده، بس لقيت ان هو جاب ريتش عالي جدا. كنت يعني مترجمه ايه؟ كنت مترجمه اغنيه لبابايا عادي لعلي بوزلين، اغنيه الاب اللي كان منزلها. كانت من 3 سنين ترجمتها، بس كانت راب، فكنت اول حد بيترجم راب مصري. اوكي. فلقيت بقى الناس اتصدمت قوي ان حد ترجم راب يعني. عايزه سرعه شويه. بالظبط، وشارات كتيره قوي بسرعه ورا بعض، فاتبعت كتير قوي، والريتش بتاعها عاليه جدا. فانا ولقيت بقى كومنتس هم الكتيره دي فرحتني قوي، فقلت بقى يعني اكمل ده الناس حابه ده. ولقيت بقى ناس كتير بتتعلمها وبتاخد منها كلمات، وناس كتير بتبعت لي ان هي مبسوطه وبتستفيد من ده جدا، فانا حسيت ان انا بعمل حاجه يعني ليها. حلو. طيب مرضي، بما انك بقى لمسه ده بشكل مباشر يعني في المجتمع، كلمينا عن اهميه بقى لغه الاشاره بالنسبه للمجتمع، وهل دلوقتي بقت متواجده متوفره بشكل يعني واضح في بعض الاماكن كمان، او في بعض الحاجات اللي احنا المفروض يعني كمتطلبات بالنسبه لاخواتنا من الصم والبكم، ولا لازم نزود شويه في بعض الحاجات؟ هو من اول مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا لازم كلنا نبقى حاجه واحده،
وقتها احنا بدأنا يعني اماكن كثيرة تعلم لغة الاشارة يعني. تمام. بس لسه برضو في اماكن يعني زي المؤسسات الحكومية والمصالح والحاجات دي كلها ما فيهاش لغة اشارة خالص، يعني عشان واحد فيهم اصلا يدخل يعمل اي حاجة بيكلم مترجم فيديو كول يخليه يكلم الناس عشان يقول له هو عايز ايه او هو محتاج يعمل ايه. طب تقترح ايه مثلا في المؤسسات الحكومية ممكن؟ ولسه مع نقل بقى العاصمة الجديدة يعني ممكن ايه الافكار اللي ممكن تزوديها؟ يا اما نبدأ من الاجيال اللي طالعة جديد ان احنا نعلمها اصلا في المدارس زي الارض مثلا او اي مادة فرعية تتاخد في المدارس يعني كلغة. ولغاية ما ده يحصل احنا يعني انا شايفة ان احنا ممكن نعين مترجم في كل مكان أو كل مستشفى، يعني يبقى موجود يعني مترجم حتى متخصص في لغة الاشارة. بالضبط، لان هو يعني عددهم في تزايد مش بيقل، يعني هو دي جينات بتتنقل، غير ان هي كمان حاجات مكتسبه في منها كتير جينات بتتنقل عادي يعني. صح. هو يعني لو حد اصم اتجوز واحده متكلمه بيجيبوا 2 لواحد اصم، فالنسبه بتزيد. ده انت عامله دراساتك كمان درس الموضوع. يعني هو العدد بتزيد. مارلي انت نورتينا جدا ومبسوطين بيكي يعني روحك حلوه كمان وباينه في الفيديوز اللي انت بتعمليها. ميرسي خالص، ده شرف كبير ليا بجد. شكرا ليكي، نورتينا. شكرا ليكي يا مارلي، نورتينا. انا مش هكلمها تاني. نورتينا يا مارلي. شكرا. تليفونات لاخر الحلقه. شكرا جدا ليكي. موضوع طبعا مهم جدا في حياتنا ومهم جدا كمان ان احنا نهتم بيه الفتره الحاليه، وافكار مختلفه يمكن قالت حاجة مهمة قوي ان احنا لازم يكون عندنا في كل المؤسسات وفي كل الاماكن الخاصة بخدمة الجماهير يعني يبقى حد متخصص في لغة الاشارة، او حتى الى حد ما ممكن عندنا شاشة فيها بعض اللغات او اللغة يعني الخاصة بالاشارة بالنسبة لبعض الحاجات اللي ممكن كمتطلبات يعني بالنسبة للناس انها تعملها، فيبقى الموضوع اسهل وابسط. وانا على يقين تام ان احنا عندنا الحمد لله حكومة واعية وفاهمة ده كويس جدا ان هي بتعمل ايه، وعلى ما اعتقد ده انا متأكد منه الفترة اللي جاية هيكون يعني ان شاء الله مبسط جدا لكل الناس ان شاء الله بشكل مباشر يعني.